ودلوقتي جمعتنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 27 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين هيستأنف جلسته لاستكمال استعراض التطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة. وده بالتزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة دولة قطر، وأخرى طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجزائر. وده استجابة للدعوة اللي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني. النهاردة هتعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرها الدولي الخامس بعنوان الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات. فكرة المؤتمر ومحاوره النقاشية ومشاركاته البحثية بتأتي انطلاقاً من رصد ومتابعة ما يتعرض له العالم من أحداث وأزمات سياسية وصحية ومناخية واقتصادية وغيرها، ودور الإعلام الرقمي في إدارتها وصياغة حلول ناجزة لها عبر ممارسات إعلامية واعية ومسؤولة تسهم في الحل لا إشعال الأزمة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع سموحة الساعة 7 بالليل، ومباراة الداخلية مع إمبي الساعة 9:30.